في النسخة الرابعة من قادرون باختلاف، الرئيس السيسي يوجه بدعم ذوي الهمم من الصناديق الخاصة بالجهات المعنية. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى نزع فتيل التوتر في كوسوفو على الحدود مع صربيا. وكييف تنتقد مرسوم حصول الأوكرانيين على الجنسية الروسية وتعتبر هذا الإجراء باطلا. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، تحية لكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حجم الدمار جراء أحداث يناير كان من الممكن أن يمتد لسنوات طويلة. أضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة له في جلسة حوار مع الرئيس ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قادرون باختلاف أن الجيش والشرطة دفعا ثمنا كبيرا من أجل حماية البلاد. في ناس كتير كانت في مصر وكان في الجيش بالذات عندهم القلق ده والخوف ده أن الأمور تخرج وتبقى في حاجة صعبة لمصر، لكن وأنا بقولها دلوقتي بعد تقريبا يعني 10-11 سنة لازم تعرف يا رامز وكل اللي قاعدين في مصر يعرفوا إن اللي حمى مصر ربنا سبحانه وتعالى. وأنا من الناس اللي ممكن كان يبقوا شايفين قد إيه حجم الدمار اللي البلد دي هتدخل فيه وتضيع فيه، ويمكن لسنين طويلة 20-30 سنة 40 سنة الله أعلم، لكن ما فيش حد تاني حمى البلد دي والبلاد اللي جنبنا. أنتوا شايفين البلاد اللي جنبنا اللي دخل ما رجعش، وبالمناسبة مصر أضعف ظروفا من الناس ديت، احنا عددنا ما شاء الله كتير وبالتالي وشبابنا كتير، فلو كان حصل شكل من الأشكال لاقتتال حرب أهلية يعني في 2012 و13 كانت، لكن هنا برضو نقدر نقول حاجة تانية يا رامز، إن الجيش والشرطة والدولة دفعت ثمن كبير قوي. صحيح. كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الإسكان بمراعاة الاحتياجات الخاصة لذوي الهمم بالمشروعات المطروحة. كما وجه الرئيس السيسي وزارة الصحة بإتاحة جميع الخدمات الصحية لذوي الهمم وذلك بمختلف المراكز والمستشفيات. رابعا، تكليف وزارة الإسكان بمراعاة الاحتياجات الخاصة بذوي الهمم فيما يتعلق بمشروعات الإسكان، ويتم تحديد نسبة لهم ضمن الأولويات التي يتم تخصيصها ووفقا للضوابط الخاصة بالمشروعات المطروحة حاليا في مختلف المدن الجديدة، مع توفير كود الإتاحة في المنشآت العامة والسكنية. خامسا، تكليف وزارة الصحة بإتاحة مختلف الخدمات الصحية المتكاملة لذوي الهمم في جميع الهيئات العلاجية في مختلف المحافظات، وإتاحة خدمات مرافق إضافية للمرضى من ذوي الهمم في العناية المركزية إذا تعذر التواصل مع المريض. سادسا، تكليف وزارة النقل بمراعاة تضمين المشروعات الوطنية التي يتم تنفيذها حاليا من طرق وكباري وأنفاق ومحطات للمترو والمونوريل وغيرها بأكواد الإتاحة، ولكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية الخاصة بذوي الهمم. سابعا، تكليف وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بالتنسيق معا لإطلاق مبادرة رفقاء قادرون باختلاف في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية ودور الرعاية ومختلف الهيئات، على أن يقوم مجلس الوزراء بوضع آلية تنظيمية لتحفيز المواطنين على قيامهم
بالاشتراك في هذه المبادرة. ثامنا، تكليف وزارة القوى العاملة بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف قطاعات التشغيل، مما يفتح لهم آفاق المستقبل. طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناديق التابعة للدولة بدعم صندوق ذوي الهمم بالمبالغ المالية المتاحة. جاء ذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قادرون باختلاف. طيب قبل ما اسيبكم انا كنت بسأل وزير الشباب، بقول له اخبار الصندوق بتاع الرياضة ايه، او الصندوق بتاع ذوي الهمم يعني. وبعدين لقيت يعني معالي المستشار رئيس البرلمان قال لي احنا يا فندم نعمل يعني قانون ننظم بيه الموضوع اكتر، وننظم بيه يكون في مصادر للصندوق اكتر عشان تقدر تعمل خدمات اكتر لولادنا وبناتنا يعني. وانا كنا من كام يوم كده بنتكلم على الصناديق وكلام من هذا القبيل، واسمحوا لي ان انا بطلب من دعم الهيئات اللي انا هقول اسمائها دي، او الصناديق اللي انا بقول اسمائها دي. هيئه قناه السويس الصندوق بتاعها يطلع 100 مليون، صندوق الشهداء والمصابين يطلع 100 مليون، الصندوق بتاع الرعايه الصحيه او التامين الصحي يطلع 100 مليون، والصندوق بتاع في واحد لسه يبقى هي قناة السويس، وبعدين التأمين الصحي، وبعدين الشهداء والمصابين، وصندوق الإسكان يا دكتور مصطفى يطلع 200 مليون والفريق محمد الصندوق بتاعكم يطلع 500 مليون. أنا النهاردة ملكت الدنيا كلها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مصر حلوة، إحنا حلوين، بس ربنا معانا وربنا معاك يا ريس.
مصر بتعدي وبتنجح بفضل الله، بفضل الله، وتبقى قد الدنيا إن شاء الله. بعث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالإصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، ذلك لمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. بهذه المناسبة عبر مدبولي عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يبارك جهود سيادته ويسدد خطاه، وأن يعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار. في البرقية أيضا جدد مدبولي العهد ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء سعيا لتحقيق ما يطمح إليه الشعب المصري العظيم من تقدم ورفعة وازدهار. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بافتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن هناك تكليفا من الرئيس السيسي بأن يكون الافتتاح متضمنا لفعالية يقيمها أبناؤنا القادرون باختلاف. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي برئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار شريف صلاح الدين لمتابعة استعدادات افتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. أكد مدبولي أيضا على ضرورة أن تكون إدارة هذه المدينة على أعلى مستوى من الاحترافية في نظم الإدارة والتشغيل، خاصة أنها صرح كبير يضم عددا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمعارض الفنية لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة. اعتمد وزير الداخلية محمود توفيق نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023. اعتمد السيد محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأكاديمية الشرطة تم الإعلان عن ضوابط ومعايير القبول التي اتسمت بالحيادية والموضوعية لانتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين. تقدر الإشارة إلى أن النسب المئوية أو تقديرات النجاح ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة في القبول بالأكاديمية، ولكنها أحد المعايير لتقييم الطالب للالتحاق بالكلية. الطلاب الجدد الملتحقين بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها، وخريجي وخريجات كليات الحقوق وخريجات التربية الرياضية وخريجي الجامعات المختلفة من التخصصات التي تمثل احتياجا لوزارة الداخلية، خاضعوا لاختبارات بدنية وعلمية وثقافية وطبية بما يؤهلهم للالتحاق بكلية الشرطة، مع الاستعانة بتقنيات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد نتائجها. خضع المتقدمون للعديد من الاختبارات للتحقق من توافر الشروط اللازمة لتولي أعباء الوظيفة الشرطية، وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد نتائجها، حيث يقوم الحاسب الآلي بترتيب الطلاب وفقاً للأعلى في درجات الاختبارات، ويتم قبول العدد المستهدف منهم بصورة آلية دون تدخل لأي عنصر بشري. شفافية ووضوح في الإعلان عن نتائج القبول بكلية الشرطة، فالطلبة الجدد يمثلون كافة محافظات الجمهورية واجتازوا كافة الاختبارات المحددة بكفاءة وفعالية. إجمالي أعداد المتقدمين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها الليسانس في الحقوق ذكور وإناث، بكالوريوس التربية الرياضية إناث، الحاصلون على المؤهلات الجامعية قسم الضباط المتخصصين، إجمالي عدد 50752، وصل منهم لكشف الهيئة 15850، والمستهدف قبوله 2950. المتقدمون لكشف الهيئة من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها 4796، والمستهدف قبوله 850. المتقدمون لكشف الهيئة من الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث 6415، والمستهدف قبوله 1500.
المتقدمون لكشف الهيئة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية بقسم الضباط المتخصصين ذكور وإناث 4206 والمستهدف قبوله 500. المتقدمات لكشف الهيئة من الحاصلات على شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية إناث 433 والمستهدف 50. وتم عرض فيلم تسجيلي خلال المؤتمر تضمن تفاصيل إعداد وتأهيل الطلبة على مدار فترة دراستهم داخل أكاديمية الشرطة ليصبحوا مؤهلين عقب تخرجهم للانضمام إلى حماة أمن الوطن. ضوابط ومعايير موضوعية تم على أساسها اختيار الطلبة الجدد الملتحقين بكلية الشرطة وفقا لما تم الإعلان عنه هنا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بأكاديمية الشرطة ليبدأوا مرحلة جديدة في تحقيق حلمهم وهو الالتحاق بهذا الصرح العلمي الأمني المتميز ليصبحوا حماة أمن هذا الوطن. من مقر أكاديمية الشرطة، عبدالله بركات، التلفزيون المصري. نشرت وزارة الداخلية فيلماً تسجيلياً يتضمن إجراءات وخطوات لإعداد وتأهيل الطلبة والطالبات خلال فترة دراساتهم داخل أكاديمية الشرطة. أشارت الداخلية إلى الحرص على انتقاء أفضل العناصر من المتقدمين عبر إخضاعهم لمراحل مختلفة من الاختبارات في إطار من الحيادية والموضوعية. بنأكد على معاني كبيرة قوي قوي، معاني التضحية ومعاني الالتزام ومعاني الواجب، الواجب الكبير قوي تجاه بلدنا وشعبنا. أكاديمية الشرطة منارة للعلوم الأمنية والقانونية، رائدة في إعداد وتأهيل رجال الشرطة حماة أمن الوطن. لطالما كان الالتحاق بها حلما يتطلع لتحقيقه الآلاف من أبناء الوطن الطامحين لحمل مشاعل الأمن، وبهدف تلبية احتياجات ومتطلبات وزارة الداخلية من العناصر الشرطية الماهرة، تحرص الأكاديمية على انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين للالتحاق بها من طلبة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة وكذا التخصصات الجامعية المختلفة وخريج كليات الحقوق ذكور وإناث وخريجات التربية الرياضية مهارياً وبدنياً وعلمياً، من خلال إخضاعهم لمراحل مختلفة من الاختبارات في إطار من الحيادية والموضوعية. ويخضع الطلبة المقبولين بكلية الشرطة لبرامج تعليمية وتدريبية متطورة لإعداد ضابط شرطة متميز قادر على مواجهة كافة التحديات والمستجدات الأمنية. البرامج التعليمية تتضمن محاضرات نظرية في مختلف العلوم القانونية والشرطية والإنسانية وفقاً لأرقى مستويات التعليم وعلى يد نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين لتأهيل الطلاب ثقافياً ومعرفياً وعلمياً. ومواكبة للمستجدات الأمنية، حرصت كلية الشرطة على تنظيم دورات متقدمة في اللغات الأجنبية الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية لطلبتها من خريج كليات الحقوق. Egypt is one of the biggest touristic places in the whole world, so it's a must to the police officer to know how to deal with different cultures and how to speak English and understand English very well. كما تتيح الكلية لطلابها من خريج كليات الحقوق الحصول على درجة الماجستير في القانون ليكونوا مؤهلين في العلوم القانونية أسوة بالعلوم الشرطية. وبهدف الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان لدى الطلبة، يتم تنظيم دورات تثقيفية دورية لهم يحاضر فيها المتخصصون في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى إدراج مادة حقوق الإنسان ضمن مناهج الكلية. البرامج التدريبية، حيث تحرص أكاديمية الشرطة على التطوير المستمر لمنظومة التدريب الأمني من خلال تحديث كافة ميادين التدريب وتزويدها بالاحتياجات اللوجستية لتأهيل طلبة كلية الشرطة وفقاً لأحدث البرامج الأمنية العصرية.
ويخضع الطلبة أثناء فترة دراستهم بالكلية لهذه البرامج التدريبية المتطورة، والتي تسهم في إعدادهم بدنياً ومهارياً ليكونوا نماذج فريدة لرجال أمن عصريين قادرين على مواجهة المستجدات الأمنية، حيث تحاكي تلك الميادين في صعوبتها الواقع العملي. ويتم تطبيق نظام التخصص الوظيفي أثناء الدراسة بكلية الشرطة في الأمن العام والأمن المركزي والحماية المدنية والمرور لتأهيل الخريجين للعمل بهذه المجالات عقب التخرج مباشرة من الكلية. وتأكيداً على الدور الريادي الأمني والعلمي والتدريبي لأكاديمية الشرطة على كافة المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً، تستقبل كل عام العديد من الزيارات المختلفة لوفود أجنبية وعربية ومحلية لتفقد منشآتها ومرافقها والاطلاع على إمكاناتها المتطورة في إعداد الكوادر الأمنية محلياً وإقليمياً ودولياً. ويعكس حفل الخريجين كل عام مدى التطور المستمر في المستوى المهاري والبدني والانضباطي لخريج كلية الشرطة، ويبعث برسائل طمأنة للمصريين أن أمن مصر يسهر على حمايته نخبة من خيرة الرجال الذين يضحون من أجل الحفاظ على استقرارها. عام بعد عام تمضي أكاديمية الشرطة في أداء رسالتها في ضخ دماء جديدة في شرايين الشرطة المصرية، يحملون رسالة الأمن والأمان لهذا الوطن بكل فخر وعزة، شعارهم العلم، الخلق، الواجب. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 855 قضية تموينية مستندية وعينية، وذلك بمضبوطات بلغت قرابة 602 من مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة. تم ضبط أكثر من 188 طن، وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض، تم ضبط أكثر من 343 طن. في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، تم ضبط أكثر من 20 طن. وفي مجال البيع بأسعار أزيد لمواد البناء، تم ضبط 50 طن حديد تسليح. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 982 قضية، من بينها 204 قضايا خبز ناقص الوزن و175 قضية من الخبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر الرسمي، تم ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 162 طن. تتابع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في أنقرة عن كثب حالة المصريين المصابين في حادث الحريق الذي تعرضت له سفينة بضائع بالقرب من السواحل التركية. كان على متن السفينة 14 مواطنا مصريا ضمن طاقم السفينة المكون من 17 شخصا. قامت السفارة المصرية في أنقرة بالتحرك منذ اللحظات الأولى لوقوع هذا الحادث للإطمئنان على المواطنين المصابين وطمأنة ذويهم. كما تواصل السفارة اتصالها بالوكيل الملاحي لضمان حصول المواطنين المصابين على مستحقاتهم المالية. وتنعي وزارة الخارجية في هذا الإطار المواطن المصري الذي وفته المنية جراء هذا الحادث. أوصت ورشة تنسيقية شباب الأحزاب التعاونيات في ختام جلسة النقاش تحت عنوان التعاونيات في مصر الواقع والتحديات، وذلك بالتوعية بأهمية سن تشريع موحد يضم كل ما يخص التعاونيات
بما يتطلبه الوضع الحالي، مع الحرص على رقمنتها وعمل قاعدة بيانات شاملة لها، كما أوصت بتعزيز مصادر التمويل التعاونيات لضمان الاستدامة. وناقش الصالون عددا من المحاور من أبرزها الدور الواجب على التعاونيات في أوقات الأزمات الاقتصادية والعالمية، بالإضافة إلى أبرز المشكلات التي تواجه عمل هذا القطاع، إضافة إلى محور تشجيع وتنمية عمل التعاونيات. يأتي ذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن أجندة الحوار الوطني. دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى نزع فتيل التوتر في شمال كوسوفو التي تشهد توترات على الحدود مع صربيا. منذ العاشر من الشهر الجاري بدأ المواطنون الصرب شمالي كوسوفو في إقامة عدة حواجز على الطرق حول مدينة ميتروفيتشا وداخلها، وتبادلوا إطلاق النيران مع شرطة كوسوفو، وذلك بعد اعتقال شرطي صربي سابق على خلفية مزاعم باعتدائه على ضباط شرطة خلال احتجاج سابق. ويعيش نحو 50,000 صربي في الأجزاء الشمالية من كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية، ويرفضون الاعتراف بدولة كوسوفو أو حكومتها. قالت بعثة الناتو في كوسوفو إنها تدعم الحوار بين جميع الأطراف لنزع فتيل التوترات في شمال البلاد. شدد قائد قوة حفظ السلام على أن يكون هناك ضرورة لتجنب تصعيد الموقف، مشيرا إلى ضرورة البحث عن حلول. انتقدت وزارة الخارجية الأوكرانية المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إجراءات الحصول على الجنسية الروسية، وذلك للمواطنين الأوكرانيين في مناطق دونتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون. اعتبرت الخارجية الأوكرانية أن هذا الإجراء باطل، ويشير إلى عدم استعداد روسيا للمفاوضات ورغبة قيادتها في مواصلة العملية العسكرية وضم أراضي أوكرانيا. أعلن الكرملين رفضه خطة سلام مؤلفة من 10 نقاط وضعها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قائلا إن مقترحات إنهاء الصراع في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المناطق الأوكرانية الأربعة التي أعلنت روسيا ضمها إليها. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قال لا يمكن أن تكون هناك خطة سلام في أوكرانيا لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم فيما يتعلق بالأراضي الروسية مع انضمام 4 مناطق إلى روسيا، وأنها لا يمكن أن تكون سلمية. وحول أسعار النفط، أوضح الكرملين أن روسيا لم تستشر أوبيك بلس بخصوص ردها على السقف السعري الغربي المفروض على النفط الروسي، مشيرا إلى أن من حق روسيا السيادي اتخاذ ما تراه مناسبا، وذلك للرد على مثل هذه الإجراءات غير القانونية. في السياق، أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف أعلن أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في صفوف أفرادها. كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن أن أهم شرط في خطة السلام هو انسحاب القوات الروسية من الأراضي التي سيطرت عليها. على أوكرانيا أن تقبل الحقائق الجديدة التي طرأت على الأرض ليتحقق السلام. هذا ببساطة هو رد الفعل الروسي على خطة السلام الأوكرانية التي حددها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 10 نقاط. الخطة التي من المفترض أن تنهي الحرب المستعرة منذ 24 من فبراير الماضي وتدعمها الدول الغربية، من أهم بنودها انسحاب القوات الروسية من كافة الأراضي التي سيطرت عليها موسكو، وإنشاء محكمة خاصة
جرائم الحرب وسلامة الغذاء وأمن الطاقة، بالإضافة إلى تبادل الأسرى وتوقيع اتفاق سلام ينهي الحرب بشكل كامل. الرد الروسي جاء سريعا على المبادرة الأوكرانية، حيث وجه وزير الخارجية سيرجي لافروف هجوما على المبادرة قائلا إن كييف والغرب يسعيان لتدمير بلاده، وإن على أوكرانيا أن تلبي مطالب موسكو وإلا فسيفرضها الجيش الروسي. كان زيلينسكي قد مهد للخطة عندما صرح قبل أيام أنه في حال وافق الرئيس الروسي بوتين على التفاوض فعلى الغرب دراسة توفير ضمانات أمنية لروسيا، والتي طالبت بها مرارا قبل بدء العملية العسكرية في فبراير الماضي. من جانبها ردت الأمم المتحدة على مطالب الخطة الأوكرانية بحذر شديد، وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة فلورنسا مارتينيز إن الأمين العام أنطوني غوتيريش أكد عدة مرات في الماضي أنه لا يمكنه التوسط إلا إذا أرادت جميع الأطراف منه أن يتوسط. ومع صعوبة عقد أي محادثات سلام في القريب العاجل، تبقى الدبلوماسية الخيار الأكثر عقلانية وواقعية لتسوية الأزمة الأوكرانية، بدلاً من استمرار النزاع الذي سيكون عواقبه وخيمة على جميع أطراف النزاع. وضع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكارنو أثناء زيارته إلى كييف إكليلاً من الزهور على نصب لإحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين. ويبحث وزير الدفاع الفرنسي خلال الزيارة المساعدات العسكرية المقدمة من بلاده لأوكرانيا، كما سيلتقي ليكارنو بوزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريسنيكوف. تعهدت وزارة الخارجية البولندية بأن تواصل بولندا خلال العام 2023 دعم أوكرانيا والعمل مع دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي في هذا الشأن. قال متحدث الخارجية البولندية أن عام 2022 ربما كان أصعب عام للدبلوماسية البولندية منذ عام 1989، وذلك نظرا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ورئاسة بولندا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. أكدت هيئة الرقابة على الطاقة في لجنة مكافحة الفساد في فرنسا أنه لا مخاطر على إمدادات الطاقة في فرنسا حتى منتصف يناير على الأقل. وكانت الحكومة قد حددت هدفا لها لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 10% بحلول العام 2024 عن مستويات عام 2019 كجزء من خطة واسعة النطاق تتضمن إطفاء الأنوار وخفض منظمات الحرارة، وذلك لتجنب انقطاع الكهرباء والغاز خلال فصل الشتاء وسط الأزمة الأوكرانية. وفقا لمشغل الشبكة الفرنسية RTA، انخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 8.7% وذلك خلال الأسابيع الأربعة الماضية مقارنة بمتوسط الفترة ذاتها في الفترة من 2014 إلى 2019. أظهر استطلاع أجراه المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية بأن ما يقرب من 60% من الاتحادات التجارية الألمانية غير متفائلة بشأن التوقعات الاقتصادية للعام المقبل وسط استمرار ارتفاع أسعار الطاقة. تم إجراء الاستطلاع الذي شمل 49 اتحادا تجاريا ألمانيا بين منتصف نوفمبر الماضي وأوائل ديسمبر الجاري. من بين هذه الاتحادات 49 يتوقع 30 منها أن ينخفض إنتاج أعضائها العام القادم، بينما تتوقع 13 اتحاد فقط ارتفاع الناتج من قطاعاتها. وتعتقد حوالي 40 اتحادا أن أعضائها في وضع أسوأ الآن مما كانوا عليه قبل عام.
كشفت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية أن الناتج الصناعي للبلاد في نوفمبر الماضي انخفض بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر السابق، متراجعا للشهر الثالث على التوالي، وذلك بسبب ضعف الطلب الخارجي والمحلي. وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أنه تم تخفيض التقييم الأساسي للشهر الثاني على التوالي مع وصف الإنتاج الصناعي بأنه ضعيف مقارنة بتقييم أكتوبر الذي ارتفع بشكل معتدل رغم ضعفه جزئيا. كشف زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون عن أهداف جديدة للجيش للعام 2023، وذلك في اجتماع حزب العمال الحاكم المنعقد مؤخرة. وحدد الزعيم الكوري الشمالي ما أسماه باتجاه النضال ضد العدو وأهداف تعزيز القوة الدفاعية، وذلك ردا على إرسال كوريا الجنوبية رسائل تحذيرية ومقاتلات وطائرات هليكوبتر، وذلك لإبعاد الطائرات الكورية الشمالية دون طيار. ما زال الوضع مشتعلا ما بين شد وجذب في شبه الجزيرة الكورية، حيث لا تكاد تمر أيام إلا وتقوم كوريا الشمالية بتجربة صاروخية باليستية تؤرق بها مضاجع الجارة الجنوبية وحلفائها الغربيين. وفي رد سريع على إرسال كوريا الجنوبية رسائل تحذيرية ومقاتلات وطائرات هليكوبتر لإبعاد الطائرة الكورية الشمالية دون طيار التي اقتحمت المجال الجوي للبلاد، كشف زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون عن أهداف جديدة للجيش في العام 2023 في اجتماع لحزب العمال الحاكم المنعقد مؤخرا، وصرح فيه بعدة تصريحات قوية وغامضة، الأمر الذي أدى لطرح تخمينات مختلفة حول مقاصده، إلا أن التصريحات أكدت بما لا يدع مجالا للشك أننا بصدد عام آخر من الصراع الباليستي. وفي اليوم الثاني للاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب الحاكم، قالت وكالة الأنباء الكورية إن كيم استعرض ما سماه بالوضع الصعب الذي نشأ في الآونة الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية في إشارة منه للتصعيد الأخير، كما ألقى الضوء على المشهد السياسي الأوسع نطاقا، مؤكدا أنه حدد ما أسماه باتجاه النضال ضد العدو وأهداف تعزيز القوة الدفاعية بحسب تعبيراته، مما يفيد بنيته في تسريع وتيرة الحشد العسكري فيما لم تحدد الوكالة تلك الأهداف. وتشير تحليلات الخبراء إلى أنه ربما يحدث تغيير كبير في معادلة القوة بين الكوريتين جراء الوضع الاقتصادي الحرج لبيونغ يانغ بسبب العقوبات الدولية وتداعيات فيروس كورونا، وهو الأمر الذي تعكسه تصريحات كيم خلال نفس الاجتماع، حيث أشار إلى سلسلة من أوجه الخلل الخطيرة التي لوحظت في مجالات مثل العلوم والتعليم والصحة هذا العام، واقترح طرقا للتغلب عليها، كما ناقش المهام الرئيسة للعام المقبل. والآن نتحول في نشرة السادسة للتعرف على أهمية أنباء المال والأعمال. نعم، تنضم إلينا في هذه الفقرة الزميلة ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم رجائي وريهام، ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن توجيه الرئيس السيسي بتعديل شرط السن في مسابقات شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ليصل إلى 40 عاما بدلا من 35 عاما، مع تعديل شرط الحصول على تقدير جيد كحد أدنى لخوض المسابقة إلى الحصول على تقدير مقبول، وذلك في إطار إتاحة الفرصة لأكبر قدر من الشباب لخوض المسابقة. جاء ذلك خلال متابعة مدبولي مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ سير المسابقات المركزية بمختلف الوزارات والهيئات. ووجه رئيس الوزراء بإعلان نتائج المسابقات على موقع بوابة الوظائف الحكومية وتسليمها إلى الوزارات المعنية.
وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 959.251 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 64% ليغلق عند مستوى 14578 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 2791 نقطة. وامتدت المكاسب لمؤشر EGX100 الذي ارتفع بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 4130 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط بفعل مخاوف من أن يعرقل ارتفاع عدد حالات كورونا في الصين تعافي الاقتصاد، بما يحد من نمو الطلب على النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.9% لتصل إلى 83.57 دولار للبرميل، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.73% مسجلة 78.95 دولار للبرميل. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.42% لتصل إلى 3.26 دولار للتر. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 7.2% لتسجل 4.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتشاور مع منظمة أوبك بلس قبل توقيع مرسوم التدابير المتعلقة بوضع سقف لأسعار النفط الروسي، وأكد الكرملين أنه من حق روسيا السيادي الرد على الإجراءات غير المشروعة والعبثية. وكان الرئيس الروسي قد صدق الثلاثاء على مرسوم للتدابير الخاصة فيما يتعلق بتوريد النفط ومشتقاته للدول التي وضعت سقفا لأسعار النفط الروسية. ختام وقفتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرهام ورجائي لمتابعة النشرة. إليكم من جديد، شكرا ليلى. إذن مشاهدينا بأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها لا تذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. في النسخة الرابعة من قادرون باختلاف، الرئيس السيسي يوجه بدعم ذوي الهمم من الصناديق الخاصة بالجهات المعنية. والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى نزع فتيل التوتر في كوسوفو على الحدود مع صربيا. كييف تنتقد مرسوم حصول الأوكرانيين على الجنسية الروسية وتعتبر هذا الإجراء باطلا. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري. في تمام التاسعة جولة إخبارية جديدة، إلى الملتقى. إلى اللقاء.